خاف الريح خاف خب الشم خاف هزة أرضية خاف. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم المنظمة الوطنية للمجتمع المدني على مستوى ولاية البيدا. على كل حال احنا رانا متواجدين هنايا في حي الشهيد شريف حميدو، يعني هذا من أقدم يعني الأحياء. كما راكم تلاحظوا خالتي هنايا البناية هذه راح تطيح، هذه تطيح وفيها سكان بالك حوالي 12 عائلة حتى 15 عائلة، يعني راهم دائما خايفين، يعني الشتاء يخافوها، يضرب شويه ريح يخافوه، خلاص يعني هذا الحاجه هذه رشاد، يعني حتى السكان اللي راهم الداخل ام يطالبوا يعني السلطات، ويعني ما يخفاش الامر، يعني السلطات في سنه 2003 تقدمت هنايا، يعني شافوا الحاله هذه، يعني كانوا يرحلوهم. حسبوا من 2003 الى يومنا هذا، رانا في سنه 2024، يعني ما كاش، وجاو السلطات بعينيهم هنايا وشافوا، وحنا كمجتمع مدني قدمنا واش قدمنا، ويعني ورحنا وجرينا، ولكن للاسف ما كاين حتى نتيجه. نطلب من سيد الوالي ولايه البليده رساله بصفتك مجتمع مدني نرجو انشغالات المواطنين، يعني في اقرب وقت يجوا يشوفوا الحاله هذه الكارثيه اللي راهم عايشينها السكان هنا في هذه البنايه، بنايه قديمه. وراهم معنا كذلك من الناس اللي راهم ساكنين هنايا، هو يحكيكم كذلك واش راهم يعانوا واش راه حاب يطلب كذلك. السلام عليكم، معكم احد سكان حي الشهيد شريف حميدو. بون واش راح نقول لكم، الحاله مزريه اللي رانا عايشين فيها، بنايه مهدده بالسقوط. صافي بيان لونطون يجوك لو من السلطات وما كاش تدخل عاجل اللي تسويت هذه الوضعيه، وهذه وبيان سور احنا ماذا بينا التدخل العاجل للسلطات المعنيه وعلى راسهم رئيسه الدائره مدينه الاربعاء وبالخصوص والي ولايه البوليده. وكما راكم تشوفوا حاله كما يقول لك والله العظيم غير كارثيه بمعنى الكلمه. ورانا سكان هنايا عايشين عائلات تحت الضغط رهيب، حاب يقول يضرب ريح خفيف ولا نباتوا نايضين، فاهم؟ نباتوا نايضين خويا العزيز، وكيما يقول لك الصوره توضح واش راني نقول. هذه هي سمتوا من الداخل، وهذا يعني مواطن، يعني راه يحكي من الصميم، هذا انسان راه عايش هنايا وعايش يعني في قلب الحدث. واش راح نقول لك، الانسان هذا راه حاب يتزوج، راح يدير الدار، يعني ما لقاش كيفاش، الحاله راح تطيح. الدوله يعني الدوله هذه خصت امورات بزاف، خاصه في بنايه الهشه هذه، بنايه الهشه هذه خصوا لها يعني حالات. احنا كذلك كمجتمع مدني رساله الى سيد الوالي المحترم، يعني يخرجوا يديروا معاينه، يعني هما يجوا يشوفوا يزيدوا يشوفوا بعينهم البلاصه هذه ويشوفوا باللي هذه الدار راح تطيح، هذه البنايه كومبلي راهي متكونه من عائلات، راني نقول لك بالك 12 عائله حتى 15 عائله اللي راهم ساكنين هنا، راهم تحت ضغط رهيب، حتى من هذا المواطن هذا اللي راهو معانا هنايا، قال لك انا ما نقدر ندير والو، ما نقدرش نونغازي، قال لك يشوفوا له السلطات المعنيه يشوفوا له حل في اقرب وقت ان شاء الله. الاخر نطلبوا التدخل العاجل لوالي الولايه. حبي يقول هذا الحي راه من الحقبه الاستعماريه وحنا نعاني في ظروف كما يقول لك والله العظيم غير جد وقاسيه، ومن هذا المنبر والله غير يعجز اللسان عن التعبير. حبي يقول شاك فوا بزاف والله غير بزاف، وماشي غير انا اللي راني مضرار، انا الانسان ما يهضرش غير على نفسي، كاين عائلات برك الانسان لا بروميير فوا كي راح نهضر وراح نمد صوتي، وان شاء الله كيما يقول لك يسمعنا والي الولايه. وهذا ما كان، وبارك الله فيكم كي جيتوا كيما يقول لك شفتونا، وكيما يقول لك وخذيتوا الانشغالات تاعنا، وهذه هي احنا كيما يقول لك وصل بالدارجه العربيه ولا بالاخر بالدارجه وصل للمسلى العظام، ولازم نحكيو، وهذه هي نورمالمون كيما يقول لك راه معنا خاوتنا وراهو يشوفوا في الحاله، وتزيد تصور لهم كيما راك تشوف هنايا. وهذه هي، والسلام عليكم. كيما راكم تشوفوا الحاله راهي كارثيه هنايا، يعني الصوره تعبر هي اللي تهضر، يعني البنايه رشات راح تطيح. كيما راكم تشوفوا هنايا الناس راهم ساكنين، ودوك نطلعوا تشوفوا يعني بعينكم هذا الدرج، هذايا الدرج هذا تجي جاوا راشي تطلع فيه
والله العظيم غير تخاف بتمشي فوقهم. تخيل الناس راهم ساكنين فوق، قدر الله ما شاء فعل، كاش كارثة ولا والله يمنوا بحاجة مصيبة. شوف يعني فوق في السماء هذايا يعني راهي كارثة. ها بناية قديمة بمعنى الكلمة. يعني ما بقى فيها حتى حاجة اللي راكم تشوفوا فيها، كل حاجة راشية، حاجة ما قعدت صحيحة في البناية هذه. الرسالة راهي واضحة، إن شاء الله تكون أذان سارية باش تسمعنا ويشوفوا حالة. هذه البناية القديمة.